يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض رز بسمتي بالكركم، وصفه مختلفه وحلوه قوي، وبعد كده هنعمل موهيتو الفراوله. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا شويه من الرز البسمتي، ويا اما يبقى عندنا وبنعيد استخدامه او نسويه لكن ندخله الثلاجه عشان ينشف ويبقى كويس في الستير فراي. عندي هنا فلفل احمر، عندي بصل ذره وشويه من البصل الاخضر، عندي ثوم مفروم، تشيلي فليكس، عندي هنا شويه من الزيت، شويه من الكركم، واخيرا حبهان المطحون. طيب الطاسه بتاعتي بتسخن، هنزل بشويه من الزيت. وهنزل عليه، احنا هنسوي البصل والثوم الاول ونرفعهم، وعايزين ايه نديهم سنه كده لسعه صغيره، وبعد كده نرفعهم ونبقى ننزلهم تاني في الاخر. هنزل بالبصل. رشة من الملح، رشة من فلفل اسود. اديله فرصته. بص انا معلي النار، فمش دايما بنعمل السوتينج بتاع البصل في العادي، انا كده عشان عايز اديله اللسعة دي شوية، بيدي طعم الروستد للرز. هنزل بالثوم، شوية ثوم حلوين بقى. ونكمل التقليب بتاعه. ما بسيبوش يعني 5 ثواني وبقوم مقلب على طول، زي ما قلت لكم انا عايزه يتلسع مش عايزه يتحرق، فهي لعبة ايه؟ وقت كده، شعرة ما بينهم، فنخلي بالنا. بص اهو ابتدى ياخد لون. شايفين اللون بتاعه ابتدى يقلب ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. واقول لكم بقى تركاية لذيذة قوي، اول ما تحس ان هو خلص من اللون استنى 30 ثانية وشيله. يعني احنا عايزينه ايه؟ بعد ما احنا نحس انه خلص كده اهو، هسيبه كده اللسعة الأخيرة. حلو قوي. كده البصل والثوم بتاعي دون، ننزل بيهم في بوله كده بره ونخليهم. حلو قوي. طاستي تاني على النار، شويه من الزيت. هنزل بالفلفل، هنزل بالبصل الاخضر، وهنا بقى شغالين ايه؟ ستير فراي، يعني بنقلب طول الوقت. تتبيله سريعه، ملح، فلفل اسود. من الحاجات اللذيذه قوي، وهقول لكم برده يعني احنا بعد ما هننزل بالرز ممكن ننزل بالكركم على الرز ونقلب. انا بحب انزل، جيب الرز كده على جنب وننزل الكركم يلمس الزيت بس. الكركم لما بيجي على الزيت بيدي طعم محمص كده، بيبقى مختلف ولذيذ قوي. خلاص عشان الستير فراي فتستوي بسرعه. تاني حاجه احنا عايزين يفضل في الفلفل البايت، يفضل فيه عضه كده، مش عايزينه يطرى مننا قوي، مش عايزينه يدبل قوي. هنزل بالذرة. الذرة مش بيحب سوا كتير، فيا دوبك ايه تقليبه كده يخلط بس مع الباقي، وعلى طول هنزل بالرز.
طيب ليه عملنا الخطوه بتاعت البصل والثوم اللي في الاول دي؟ لان احنا عشان هو ستير فراي، فالبصل والثوم ما كانش هيعيش معانا لو ابتدينا بيه على ما ننزل ببقيه الخضار، كان هيبقى اتحرق. فنديله بس الاول تسويه كده ونطلعه بره. بص بقى، اجيب الرز ده على جنب كده، هجيب هنا شويه الزيت، بصوا معايا كده اهو في الجنب، وفي شويه الزيت دي هنزل بالحبهان، هنزل بالتشيلي فليكس، وهنزل بالكركم. بص لو لفتها لكم كده عشان يبقى برضو باين عندكم هنا اهو في الزيت نفسه، نزلت الكركم، نزلت التشيلي فليكس، ونزلت الحبهان، اديهم تقليبه كده ومنهم على طول على الرز. دلوقتي اقدر انزل بصل وثوم. نكمل التقليب بتاعنا. يديله فرصة بس الطعم كده كله يربط مع بعض. دي رشة من الفلفل الأسود، رشة صغيرة من الملح. عظيم جدا. ناخد الرز طبق التقديم. حلو قوي، اديله هزه كده. ونبقى عملنا مع بعض الرز البسمتي بالكركم، وعملنا له ميكس خضار كده مختلف وظريف جدا. طيب خلينا نطلع اخطف فاصل سريع، نرجع نعمل مع بعض المشروب. ما تروحوش حاجه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل، خلصنا الرز البسمتي اللي بالكركم والثوم، جربوه هتلاقوه مختلف جدا زي ما قلت لكم، وادوا التاتش بتاع التحميصة للتوابل قبل ما نقلبها في الرز. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل موهيتو او موهيتو الفراولة. عندي شوية من الفراولة الفريش، شوية من السكر، مكعبات تلج، وعندي هنا شوية من الصودا، ولو عندنا نعناع فريش ممكن نستعمله، هيبقى فكرة ظريفة. طيب هاخد الفراولة بتاعتي اهي، بقولها كده اكبر شوية، هاخد الفراولة هنزل عليها السكر، هنقلب الكلام ده كويس قوي. لو عندك وقت تقعد تقلب لحد ما السكر يدوب خالص يبقى برضو ايه يفضل يعني، بس عشان وقتنا فهننجز شويه. هنبتدي ننقل الفراوله بتاعتنا في الفلاسك او الجج اللي هنقدم فيه. حلو قوي، السكر بقى كان بيدوب وبيساعد
ان الفراوله تطرى كده ونقدر نطلع منها العصاره بتاعتها. نضغط كده. واخيرا ننزل بالصودا ونبقى كده عملنا موهيتو او موهيتو الفراولة، وعملناه مع الرز بالكركم والخضروات. قلت لكم جربوها، ممكن نغير في انواع الخضار برضو لو حابين. انا كده خلصت. بص شكلها حلو ازاي في الكاميرا. الموهيتو ده كان بيبقى حلو قوي في العزومات، لو عندنا نعمل كذا اوبشن كده وبيبقى سهل، كل محتاجينه صودا وشويه فواكه، تبقى فكره لطيفه جدا. طيب انا كده وصلت لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه. ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.